بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي إخواني، نحن الآن في الدرس الثاني أو الثالث عشر تقريبا من دروس دور التعلم الرسم بالحاسوب. في هذا الدرس إن شاء الله لن نقوم بتنفيذ أي شيء، ولكن سنقوم بشرح الألوان المتواجدة في الرسم، وما هي هذه الألوان التي نستخدمها في التعبئة أو في رسم الخطوط. دعونا نفتح برنامج المفكرة. برنامج المفكرة ملف نصي جديد لنقوم بشرح هذه الألوان. في عملية الرسم بالحاسوب لدي 15 لونا يمكن استخدامه في عملية الرسم، سواء في الدالة set في الستايل، أو في الدالة set back color b color b k color، أو في الدالة set for color. عفوا، set color. هذه الدول الخاصة بعملية الرسم. الست في الستايل هذه تستقبل قلنا بارامترين، الباك كلر، الباك بي كي، والفور كلر. أما هذه الدالة ست باك كلر، يعني من شكلهم ما من اسم الدالة نفسها ست باك كلر، يعني ما تستقبل غير قيمة اللي هي الكلر نفسه. ست فور كلر يعني الفور فور جراوند كلر، أو لون الخط اللي بيستقبل أكيد اسم او نوع الخط. اوكي، اسم اللون او رقم اللون. الان ما هو هذا الكلر؟ نريد ان نعرف ما هو هذا الكلر وما هي قيمه. ان قمنا اولا باستخدام الارقام، دعونا نقوم باستخدام الارقام. الالوان من الصفر الى 15، يعني يوجد لدي 16 لونا. اوكي، الآن دعونا نقوم بإسناد هذه القيم ومعرفة هذه الأرقام تدل على ماذا. أولا الرقم صفر، والرقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر. دعونا الآن نقوم بالتسمية. صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، وخمسة عشر. الآن أعزائي، اللون الصفر يدل على اللون الأسود، والرقم واحد يدل على اللون الأزرق، والرقم اثنين يدل على اللون الأخضر، والرقم ثلاثة يدل على اللون الثلاثة على اللون أعتقد التركوازي، يعني يميل ما بين الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق، التركوازي. أما اللون الخاص بالرقم أربعة وهو الأحمر بكل تأكيد. رقم خمسة يدل على اللون الأرجواني، من مننا لا يعرف الأرجواني. أما اللون رقم ستة فهو يدل على البني، واللون رقم سبعة يدل على الرمادي الفاتح، رمادي فاتح. والرقم ثمانية يدل على رمادي غامق، رمادي غامق. أوكي، ورقم تسعة يدل على أزرق فاتح، أزرق فاتح. أما رقم عشرة أعزائي فيدل على أخضر فاتح، أخضر فاتح.
أما رقم 11 فهو تركوازين. انظروا الآن، سيتم تكرار بشكل تركوازي فاتح، وبعدها الأحمر فاتح، وبعدها أرجواني فاتح، وبعدها هل بني؟ لا أكيد لا، أصفر أصفر، هل يوجد بني فاتح أصلا؟ وبعدها الأبيض. طريقة الحفظ أعزائي، أولا أول رقم وآخر رقم متنافيان، الأول يدل على الصفر والخمسة عشر يدل على الأبيض. بعد ذلك نبدأ بالترتيب: أزرق، أخضر، تركوازي، أحمر، أرجواني. أزرق، أخضر، تركوازي، أحمر، أرجواني. أوكي، وننتقل بثلاثة، ننتقل بثلاثة، ننتقل بعد ثلاثة. هنا أزرق غامق، وهنا أزرق فاتح، هنا أخضر غامق، وهنا أخضر فاتح، وهنا تركوازي غامق، وهنا تركوازي فاتح، وهنا أحمر غامق، وهنا أحمر فاتح، وهنا أرجواني غامق، وهنا أرجواني فاتح. أما هذا بني، رمادي فاتح، رمادي غامق. أوكي، أظنها سهلة. الآن دعونا نأخذ الألوان بدلالة الأسماء. بدلالة الأسماء الكابيتال، دعونا نجعل هنا مسافة، هنا مسافة، هنا مسافة، هنا مسافة، هنا مسافة. انظروا الآن، الآن نقوم بكتابة الأسماء لهذه. بلاك، أولا بلاك أسود، لكن انتبهوا أعزائي، الأسماء الخاصة بالألوان هي كامل الحروف بالكابيتال لأنها كلمات محجوزة. الأول اللون الأول هو البلاك، واللون الثاني كما قلنا الأزرق جرين، عفوا بلو، أزرق بلو، وبعد ذلك الأخضر جرين، وبعد ذلك التركوازي، التركوازي سيان، أو البعض يسميه سماوي، سماوي سيان. أما اللون الأرجواني أو الأحمر، أريد أكيد الأرجواني ماجنتا، ماجنتا. البني براون، أكيد براون. رمادي فاتح، لايت جراي، جراي. اوكي، وبعدها دارك جراي. اوكي، وبعد ذلك ازرق فاتح، لايت، لايت بلو، بلو. وبعد ذلك لايت جرين، وبعد ذلك لايت سان، تركوازي فاتح، لايت سان، لايت سان، أحمر فاتح، لايت ريد، أرجواني فاتح، لايت ماج نيتا. اوكي، وبعد ذلك يا لو، وبعد ذلك اكيد وايت. هذه جميع دلالات الالوان بكل بساطة وكل سلاسة. اظن الدرس طول جدا، وان شاء الله يكون كل شيء مفهوم. الألوان احفظوها زي ما هي، يمكنكم استخدامها أما الأرقام أو الدلالات الاسمية.
أتمنى الدرس يكون مفهوم وواضح، ونلتقي في دروس أخرى إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.